السلام عليكم البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير، ان شاء الله راكم في احسن احوالكم يا ربي. كيما دايما نبداو يعني اي وصفه بالصلاه والسلام على رسول الله وبسم الله. عندي كاس حليب دافي، حبابيض، راح نعملوا هذه الوصفه على بالي بزاف اللي تعرفوها ومجربينها، ولكن راح نعطيكم طريقتي. حطيت 4 مغارف تاع السكر، سكر حبيبات، وهنا عندي زيت، عندي 2-3 مغارف تاع الزيت. اذا حبيتوا تحطوا مغرف زبده تقدروا. عندي هنايا مغرف صغيره تاع ملح، ضروري الملح تكون مغرف صغيره. ومن عندي لافاني، يعني حطيت لافاني والملح. عندي مغرف كبيره تاع خميره الخبز هكذا، رايحه نمزجهم كامل مع بعض، يعني نخلطهم بالفرشيطه ولا حبيتو بالفوي كيف كيف، يعني تخلط خفيف برك 3 دقائق ولا 4 دقائق. بعدها هذا الخليط كي يتخلط لي مليح ونحس هذوك الحبيبات تاع الخميره يعني بداو يذوبوا لي في الخليط، رايحه نغطيه غير بحاجه يعني اللي تناسبكم هكذا، ونخليه حوالي 6 دقائق حتى 7 دقائق، يعني تتفاعل لي شويه هذيك الخميره وتذوب. وراني موجدة يعني هنا كاس تاع فارينه نغربلو مع باكي تاع خميره الحلويات وزن 10 غرام. هذا الكاس الثاني كيف كيف نغربلو، ونزيد نحط الكاس الثالث قدامي ويعني نضيف شحال يخصني. الكاس الثالث انا هنايا يعني كامل كيف كيف حطيتهم كيسان مبسوحين. انا هنا مازالت لي لاباط بزاف خفيفه، نزيد نغربل الكاس الثالث. ثم ما تزربوش في الفارينه، حطوا بالعقل وشوفوا. يعني هنا لاباط هذه تقدروا تعجنوها عادي، ماشي كيما عجينه الصابلي. هنا كيف كيف مازالت لي خفيفه، رايحه نجيب الكاس الرابع. الكاس الرابع غربلته وحطيته وبديت نضيف بلاقل بلاقل. هنا العجينه نخلوها تتلصق، راح نوري لكم يعني القوام تاع لاباط، شوفوا كيفاش يتلصق. على قد ما تخلوها تلصق تجي شابه. ونوري لكم الكاس شحال بقى لي فيه. هاد العجينه رايحه نغلفها باش ما يدخلهاش الهواء. انا هنا يعني غلفتها بهذا الكيس بلاستيكي، بعدت وليدي يشري لي كيطول، قلت ندي باني بهذا ما بيد ما يرجع. هاي ليك هنا خليتها حتى خمرت وتضاعف حجمها، ومن بعد باش غطيتها يعني كي جاب لي هذاك الورق الشفاف باش غطيتها. راكو تعرفوا كي نكونوا نخدموا في حاجه هما ما يجوا يروحوا ما يجوا يتحركوا، وحنايا حنا عندنا القلق نحبوا الحاجه ثمثم نكملوها. فوالا خمرت لي لاباط تضاعف لي حجمها، رايحه نحيلها هذيك الخميره ونقسمها على 2 خبزات اللي حبيتوا ديروا 2 خبزات. انا درت 2 يعني، وجاتني هذيك الوحده صغيره، وانتوما كيما تحبوا. فوالا نزيد في هذه يعني الحجم ما يهمش، حبيتوا ديروهم 2 ديروهم 2 خبزات، ونحطهم يرتاحوا لي غير 5 دقائق ونفتحهم. نفتحهم غير بشويه تاع فارينه، ما نكثرش الفارينه غير على قسمة تلصق ليش برك. هكذا نفتحوهم فوالا. هنا نتوما واش حبيتوا، تحبوا يعني تكون عندكم خشينه ولا رقيقه، خذوا راحتكم. انا هنا درتها متوسطه هكذا، ما نحبش يعني حاجه نحبوهم رقاق خشان، كل واحد واش يحب. ناخذ سنيوه نحط لها ورق الطهي، ولا ما عندكمش ورق الطهي تقدروا ديروا شويه فارينه في السنيوه وتحطوها عادي. وهنا باش نعملو هذاك التزيين اللي من الفوق، عندي 2 مغارف قهوة براس عادي وزوج مغارف تاع حليب، حليب عادي وقهوة عادية كيما هما فين يشربو قهوة حليب. نمسحو يعني من الفوق بالبانسو بهالطريقة. إذا حبيتو ديرو صفار البيض مع شوية تاع خل وحليب كيما تحبو، أنا البيض ما يعجبنيش من الفوق يدير هذيك القشرة،
كل واحدة تاخذ راحتها. هنا العجينة تاعنا نخلوها حتى تخمر يتضاعف حجمها باش ندخلوها للفرن. ردوا بالكم يعني تدخلوها للفرن بهذه الطريقة. بالنسبة للكريمة عندي كاسة حليب بارد، عندي معاها ثلث زوج مغارف تاع السكر وزوج مغارف تاع النشا. هكذا نخلطوهم بارد في بارد ونحطوهم على النار حتى ياخذوا لي غليه، ما كاش ما تعش هذه المرحله. بعدها نغطيه هذه الكريمه ونخليها تبرد. كي بردت لي الكريمه هاي لك شوفوا كيفاش غطيتها باش ما تربيليش القشره هذيك، نحبطها كامل هنايا. وعندي نص كاس تاع كريمه شونتي رايحه نخفقهم كامل مع بعض حتى نتحصلوا على كريمه تكون خفيفه. اذا شفتوها ما طلعت لكمش مليح والباتور تاعكم يعني حسيتوه باللي يعني الخليط هذا جا ثقيل عليه، تقدروا تضيفوا زوج مغارف تاع حليب ولا ثلث مغارف وتخلطوا، مي ما تكثروش الحليب بزاف. هاكا نخفق حتى يضاعف لي حجمها، يعني ما تحبسوش ثمثم، خلطوا مليح. لازم كريمه شونتي تطلع لكم مليح وتبيض باش تعطيكم يعني قوام تاع كريمه شباب. شوفوا نقعد نخلط ونعاود نخلط حتى تطلع لي وتولي لي بيضه. شوفوا شحال ولات شابه، كريمه شابه خفيفه. نحي الخلاط هنا خلاص. رامونا تاعنا بعد ما طابت وبردت اكيد رايحه هنا ندير لها هاد الكريمه شونتي. انا حطيتها في لابوش، عملت لها لادوي. حبيتو ديرو بالمغرف ديرو، ونعمل لها هكا برك يعني الكريمه بشكل عشوائي هكذا. انتوما واش تحبوا؟ انا يعني هيك كميه تاع الكريمه دارت لي قيس زوج خبزات. وهنا نزينها بشويه تاع سكر، سكر ناعم. حبيتو ديروا لها راجولي كاوكاو ايفيلي من الفوق، انتوما واش تحبوا؟ وتكون معانا واجده. رايحه نقسمها لكم برك باش تشوفوها كيفاش تجي. انا كي يكون ما عندي والو هذه هي الوصفه اللي تسلكني، سهله اقتصاديه وتجي خفيفه وكامل يحبوها مع قهوه حليب. ومنين ذاك نحب نغير من الحلويات الجافه، نحب نغير من اللي صعب لي. نقول لكم وصفتنا هذه هي، نتمنى ان شاء الله تكون نفعتكم عجبتكم. والسلام عليكم. ما تنساوش بالجام حبيبتي اختكم، حطوا لي جام. سلام.